سيمي بوزيس. بعد 6 سنوات عن اخر نهائي في مسابقة الكونفدرالية الافريقية، الافريقي يرجع لدور المجموعات قدام فريق ريفرنس النيجيري اللي يشرف عليه مسؤول سبق وانه توج مع الافريقي ببطولة 2008 فيكتور ايزيجي. I'm very excited to be here. Club African was a wonderful club for me. Came in and انا فرحان برشا برجوعي لتونس ومصافحة جمهور النادي الافريقي اللي عندي معاه برشا ذكريات رائعة، وتبقى افضلها بطولة 2008 اللي تبقى ذكرى عزيزة برشا عليا. And then when we came we helped Club African to win the championat. That's a memory. Yeah, 2008. That's a memory I cannot forget. الافريقي يدخل المغامرة الافريقية منقوص من جماهيره اللي تغيب عن مدرج الفيراج. راهو اللي يحب الجماهير في السراء والضراء، راهو سواء عامله نتائج ومش عامله نتائج. الجاي خير ان شاء الله، تصير مصالحه اليوم بين الامن وبين الجمهور وان شاء الله نرجعوا معناها يبدا استاد معبي. نتفاهموهم ولو معناها كنت نحبذ يكون تعبير ربما بطريقه اخرى. على كل حال عندهم الحق، خاطر حسب ما سمعت قاعده تقع ملاحقه نتاع برشا محبين. ولو حتى خايفين باش يجيو للملعب، وهذا نداء معناها باش حتى الجلسه الامنيه اللي صارت في وسط الجمعه اتفقنا باش معناها الاجواء معناها تتلطف ونحاولوا نتويو الصفحه. الافريقي مع بدايه الشوط الاول ضغط على دفاع ريفرز يونايتد اللي اظهر نوايا دفاعيه منذ دقائق الاولى، وحاول اسامه الدراجي من مخالفه وروزيكي الزيمبابوي من تصويبه ما كانتش مؤثره على المرمى. الحل الافريقي يجي من كره ثابته، ركنيه ينفذها ابراهيم الشناحي، بلال العيفه يطلع بالراس وفي زاويه مستحيله يحط الكره في الشبكه، وواحد بلاش للسيا. هدف فك شفره الدفاع ريفرز النيجيري اللي كاد يقبل الثاني في اقل من دقيقتين بعد هالكونترول الممتاز من الجزائري الشناحي وكورته فوق المرمى بقليل. الافريقي اخطر هجوميا وتنوعت المحاولات، وبعد تصويبه من روزيكي والحارس النيجيري روتيني يتصدى، محاوله اخرى للزيمبابوي اللي تلقى تمريره من علي العابدي، لكن دفاع ريفرز عبر جوزيف ايوفي يحط الكره في الركنيه. مؤشرات كانت تنبأ بانه الافريقي قريب من اضافه الثاني اللي ما بتاش برشا. تمريره ذكيه من نادر الغندري لصابر خليفه يتحصل على ضربه جزاء اعلن عليها الحكم الغيني. اسامه الدراجي نفذ ويضعف نتيجه للافريقي، ويترجم سيطره الاحمر والابيض على مجريات الشوط الاول قدام منافس نيجيري ما خلق كان فرصه وحيده تستحق الذكر واللي ضيعها اوكبو بعد هالتصويبه، لكن كورته فوق المرمى. الشوط الثاني ريفرز يونايتد يخرج من منطقه الخلفيه واصبح يهدد مرمى الافريقي خاصه من الجهه اليمين. ونزوبي من تصويبه قويه تصدى لها فاروق بن مصطفى، وهدف تذليل الفارق يضيع على الفريق النيجيري. اصرار ريفرز على التهديف تواصل وكانه ما اراد. جون اوكبونو يتلقى تمريره يصوب على يمين فاروق بن مصطفى، والنتيجه تصبح 2-1. الافريقي ما كانش بنفس النجاعه الهجوميه كما الفتره الاولى، وحتى المحاولات كانت من كره ثابته من اسامه دراجي وما جابت حتى جديد. على عكس ريفرز اللي اصبح يلعب في دفاع السيا، واوكبونو يهرب على بلال عيفة، ولولا تألق بن مصطفى كانت تكون نتيجة متعادلة. لهنا شهاب الليلي حس بالخطر ودخل غزل العيادي مكان احمد خليل، تغيير بالوقت زاد الثالث للسيا، العيادي يوزع الروزيكي، المدافع ايوفي غالط حارس مرماه ويعلن عن ثالث اهداف الافريقي. للاسف يصير انه لاعب يسجل ضد مرمى وسوء الحظ داخل في اللعبه، هذيك هي كره القدم. هدف منح الثقه لخط الهجوم قبل 18 دقيقه على نهايه المباراه،
وصابر خليفة موجود فردي كاد يتوج هالتصويبة اللي حاضت مرمى ريفرز بربع الأهداف. الفريق النيجيري رغم تأخره في النتيجة ب3-1 مرماش المنديل ووصل في تهديد مرمى الإفريقي في أكثر من مناسبة، لكن في كل مرة محاولاته تصطدم ببراعة فاروق بن مصفر. وبعد توزيع من اليسار من أجالي ساكا، إبراهيم الشنيحي يدخل على ماركسون أجوبو. الحكم الغيني صفر ضربة جزاء بصفة متأخرة ريفرز النيجيري، وضربة جزاء تضيع وفرصة تذليل الفريق على فريق ريفرز النيجيري. آخر محاولة في اللقاء جي من جانب السياء، وسام يحيى يصوب بكل قوة وحارس ريفرز يتصدى بصعوبة، وينتهي اللقاء بانتصار أكثر من مهم للإفريقي مع بداية دور المجموعات وثلاثة نقاط ثمينة، يأكد من خلالها السياء على أنه فريق يصعب هزمه في رادس. صحيح ماتش ما كان سهل اليوم، كان صعيب، حسينا رواحنا فيزيكمون شوية تعبين، بتاتر مونتالمون الحكاية. إن شاء الله ماتشات جايين نكونوا في كاس خير من هكا. الانتصار ما كانش سهل، أول شيء كنا نجهل كل شيء على المنافس، لكن مش عذر هذا، لكن فاجأني المستوى الطيب نتاع المنافس، لكن زاد كذلك كانوا في عقولاتنا انه بحثنا على الانتصار عن طريق العمليات الهجوميه فقط، نسينا انه لابد من يكون فما توازن، لابد أن يكون فما استرجاع الكره في وسط الميدان خاصه. مردودنا تحسن برشا خاصة في الشوط الثاني، كنا أفضل من منافسنا، لكن في كرة القدم وقت تعمل أخطاء مثل تسجيل ضد مرماك وإلا تضيع ضربة جزاء تدفع بالتأكيد ثمن الأغلاق. منصر والله بون، النادي الافريقي حق الانتصار، سيتي امبورتون باش تبدا المنافسه الافريقيه هذه ب 3 بوان. الماتش صحيح ما كانش سهل، كانوا فما فرص، لكن النادي الافريقي ما كانش متوازن اليوم، فما ان ديزيكيليبر ديفونسيف سورتو كي ليكيب تخسر الكره، قال عليه شهاب معناها في الفي تي ار، دونك هذاك علاش قلت شهاب قال اني نجهل المنافس. كيفاش تراها ما بتاتر ما فماش معناها ما فما حتى دوني على المنافس، ما فماش مقابلات، ما لعب تصفيات، لعب شامبيونز ليج، خسر مع الربح في نيجيريا مع المريخ 3-0 وخسر 4 في السودان. نجم يكون عنده فكره على الاقل عليه. مي با المنافس ماهوش خايب معناها، ما واقف مليح، ماهوش منافس ساهل معناها اللي باش، لكن النادي الافريقي قابل للعيفة ساعات كي ترقى مقابلة صعيبة، كرة ثابتة بوغ ديبلوكي لا سيتواسيون، جات على كرة ثابتة بلال، سورتو عمل مقابلة بها دفاعين بلال العيفة اليوم، كان ديسيزيف في البلاسمون نتاعو، كان قص برشا كور، ممكن وسط الميدان ما كانش حاضر برشا، سورتو في الريكوبيراسيون ما كانش بيرفورمون اليوم النادي الافريقي، هذاك علاش كيما قلت لك ممكن المنافس عمل فرص، اما هجوميا النادي الافريقي في الكونتينيتي نتاع اللي قاعد يعمل فيه، سجل في المقابلات الكل، سجل اهداف، عمل 3 نقاط، البارح الفتح الرباطي ربح 3-0 مع كابارا سيتي، دونك الأوغندي يظهر لي حسب رايي انا النادي الافريقي يزمو تو عنده تنقل لاوغندا مع كامبالا سيتي، يعرف كيفاش يتصرف في المقابله هذه، ومن بعد فما دوبل كونفرونتاسيون مع الفتح، تكون هذيك معناها مهمه للبلاصه الاولى، مع النادي الافريقي يلعب باش يكمل في البلاصه الاولى، وان شاء الله يرجع بانتصار من التنقل الجاي نتاعو لاوغندا. جوست على الكيب هذايا ريفيرز النيجيري، هي كيب حديثة العهد يعني تكونت عندها عامين التالي بريسك، هي كانت معناها ثلاثة أندية تخلطوا في بعضهم وعملوا نادي، معناها بورا كورت وشاركس ودولفينز النيجيري، كان الكلوب باش تلعب له وقتها ما حضرش بالغاب وقت على المقابلة، خلطت مأخر، دونك هذا هو الفريق هذا اللي ما عندوش تاريخ في المسابقة هذه، لكن ينجم يقلق، لكن نادي الفريق اليوم جاب 3 نقاط مهمة في الفول نتاعو. اليوم شفنا احمد خليل رجع للتشكيله من الحاجات اللي ممكن عنده رصيد البشري ولا المدرب صابر خليفه رجع، حكيت بكري ملاحظات على الترجي على الدفاع،
ملاحظات على الدفاع نتاع النادي الافريقي. الحقيقه نجي نشوفوا نلقاو ماتش قوات المصالحه قبل هدف، قبل ثلاثه بونتو مع فريق بورلوي ثلاثه بونتو، وزيد اليوم بونتو وثم ضربه جزاء، معناها اربع اهداف قبلهم النادي الافريقي في 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 خمسه اهداف في اربع مقابلات. نتصور تقلق شويه، يلزم المدرب اللي طرف يخدم شويه على الناحيه الدفاعيه، لانه النادي الافريقي الهدف نتاعو انه يمشي ابعد ما يمكن ويجيب اللقب، دونك لازم يكون في الدفاع نتاعو متين باش ينجم يمشي ابعد ما يمكن. جوست اضافه الحاجه السلبيه في المقابله نتاع اليوم، يظهر لي هي الشوط الثاني اللي كان باهت من النادي الافريقي وخلى مساحات كبيره سيرتو البلوك، معناتها نشوفوا ما عادش كومباكت براتيكمون وسط الميدان، كان مقسم معناتها التيران اربع ملاعبين القدام وسته تالي ولا بالعكس. هذه النقطة السلبية اللي شفناها اليوم، سينو النادي الافريقي برهن خلال الشوط الأول أنه عنده دي كاليتي وعنده إمكانيات اللي تخليه نجم يمشي البعيد في الكونفدرالية هذه. وبور كلوتيري الحقيقة الفرق الأربعة يظهر لي كسوا في الشامبيونز ليج ولا في الكاف التوانسة، هو راه وجهه طيب وأنه قادرين باش نمشيو البعيد في الكاس كسوا الكاف ولا الشامبيونز ليج، وسي المومون الحقيقة باش ترجع معناتها الكرة التونسية ترجع هيبتها وترجع على المستوى الافريقي. كلمة رازي سامحني في حق فاروق بن مصطفى، خاطر في 2-1 يخرج ملاعب راس راس مع فاروق بن مصطفى ينحي كرة كيما هذيك، ممكن تسجل كرة هذيك الماتش صعاب على النادي الافريقي. سي امبورتون كون يكون عندك حارس يكون ديسيزيف في لي مومون هذوكم. ضربة جزاء كان ضاعت ومس كرة واحدة أخرى زاد ضربت على البوتو كان واقف مليح وسكر لونج، دونك مقابلة طيبة برشا من فاروق اللي في المدة الأخرى قاعد يعمل يعني في مقابلات كبيرة. احنا كنا في ربط مباشر في اول الحصه من ملعب راتس، وكان معنا سعيد السيبي والغندري والعابدي وكذلك فهمي العميري، وسالناه على الجمهور الافريقي خاطر ما كانش حاضر في الفيراج اليوم. قال راهو اللي كانوا يقعدوا في الفيراج مشاو للبلوز تعبيرا على الغضب نتاعهم بعد الاحداث طبعا اللي صارت في الديربي.